لدي حلم ورؤية للمستقبل. حين تتشارك العائلات في أعمق الروابط بينها بقضاء بعض الوقت معا ويكون لزاما قويا لبعضها البعض، عندما يمكن للأطفال أن يحلموا بحرية في المنزل، في المدرسة، في المكان الذي يخلقون فيه أحلامهم برأس مرفوعة وبلا خوف، وعندما يذكي الكبار شغف هذه الأحلام في أمة ترعى وتقدم التعليم المناسب لمواطنيها لتشكل عقول شبابها وتبني قادة للمستقبل. لقد قطعت قطر شوطا طويلا، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزناه ما زلنا نتمسك بتقاليدنا. بمساعدة شركائنا يمكننا الوصول إلى مستويات أعلى ونجاح أكبر. دعونا نستمر في خلق مستقبل أفضل لأطفالنا، وفي المقابل سيدفعوننا إلى الأمام حيث يفخرون بتراثهم. شباب قطر هو مستقبلها. يوم وطني سعيد يا قطر.